الرحيم اليوم في المدرسه العليا للاساتذه بمكناس نظمنا ندوه دوليه حول الطاقات المتجدده هذا الموضوع بطبيعه الحال موضوع دولي وطني وهو المستقبل بالنسبه للتحليل الاستراتيجي ديال المغرب لانه في حو في افق 2030 يامل المغرب لانتاج ما يقارب 52% من الطاقه المتجددة. وباش و... نوصل لهذا هادل... المستوى ل... نحن بحاجة الى البحث العلمي الى آ... البحث العلمي في الطاقة المتجددة في ل... المواد ل... التي تسمح بها وفي التقنيات والاجراءات التي يمكن تطويرها من اجل الوصول الى هذه الغاية. اليوم آ... المختبر آ... ديال البحوث في, هذا الموضوع وجامعة مولي إسماعيل جامعة الحرة لفاس ومجموعة من الباحثين من العالم منهم ناس من فرنسا من ماليزيا من سنغافورة إلى آخره يجتمعوا من أجل الحديث على هذا الموضوع والبحث في السبل لتطوير البحث فيه بالنسبه للمدرسه العليا للاساتذه احنا هذه واحد اليوم اللي هو سعيد جدا عندنا لانه اولا لاول مره في تاريخ المؤسسه تندخلوا الميدان البحوث العلميه والتقنيه المدرسه العليا للاساتذه لمده اكثر من 37 سنه كانت مؤسسه مختصه في اللغات وفي العلوم التربيه وعلوم الانسانيه واليوم استطعنا اننا بعد ثلاث سنوات ديال انشاء شعبه للعلوم مع مسالك للرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلومات، استطعنا ان نحقق هذا الذي كنا نطمح اليه وهو الانخراط وطنيا في ودوليا في البحث التقني والعلمي. مجموعه ديال الباحثين من المدرسه العليا للاساتذه مساهمين في هذا في هذا اليوم الدراسي، منهم واحد اللي هو السيد المهدي الخطابي الذي حصل على مؤخرا على جائزه الحسن الثاني للبيئه في حقل العلوم والتقنيات نحن سعداء اليوم بهذا التتويج وأيضا بهذا اليوم الدراسي الذي نتمنى أن نخرج به بشراكات دولية مع الجامعات المشاركة وطنيا ودوليا Donc bonjour, Jean-Louis Bantigny, euh, je suis professeur à l'université euh, de Montpellier et euh, j'ai une collaboration euh, depuis euh, maintenant euh, plus d'une dizaine d'années avec l'équipe du professeur Amani euh, à l'université de Fès et c'est un grand honneur de pouvoir participer à, à cette conférence euh, sur les matériaux avancés euh, qui est euh, éminemment euh, corrélée aujourd'hui aux grands enjeux en particulier euh, de développement soutenable tels qu'on les voit euh, à l'échelle mondiale et en particulier cette première conférence euh, par notre collègue euh, qui a été donné euh, du Sénégal, M. Maïdou Maïga, euh, a permis de bien montrer euh, que les enjeux euh, associés au développement des matériaux euh, sont au centre euh, de notre capacité à pouvoir euh, répondre aux enjeux de fournir une, une énergie euh, qui soit moins carbonée. Voilà, je vous remercie. نضمنا هذا الحفل ولا هذا الكونفرنس انترناسيونال المؤتمر الدولي لي ماتيريو افونسي فور بور لي زينيرجي رونوفابل ترانزيسيون انرجيتيك وكما تعرفوا المغرب تيستورد اكثر من 90% من الطاقات المتجدده اللي تي اللي تيخليه انه تيولي تعيش تي واحد واحد لا ديبوندونس او نيفو دي لينيرجيتيك من ضمن هذا استقطبنا علماء من شتى بقاع العالم من الصين من فرنسا من المانيا من من السنغال اللي جاوا يقدموا البحث ديالهم حول الطاقات المتجدده اخر التطورات واخر لي تكنولوجي كونسيرنون ليفيكاسيتي انرجيتيك لا ترانزيسيون انرجيتيك ميم سي لي ماتيريو افونسي اي ديسكوتي اي كريي واحد دو بون كريي واحد الجسر ما بين الاساسيد الباحثين و, وعلم آه البحث آه التقني والبحث آه التطبيقي شكرا هو بالنسبه للبحث بالنسبه للجائزه ديال الحسن الثاني للبيئه تم التتويج ديالي من طرف وزيرة الطاقة ليلى بن علي على لو بروجي ديال ان سيستيم دو ديسالمون باغ كومبريسيون دو فابور ميكانيك هو واحد السيستيم اللي تيكوبلي تيعالج المشكل ديال الماء هنا في المغرب بطريقة ناجعة بطريقة ديال و وكي... تيسول الطاقة ديالو تيسم الطاقة ديالو من الطاقة الشمسية بطريقة فعالة وناجعة يعني ماشي بديك الطرق التقليديه لوسموس انفيرس مي اون اه ايتيليزي ان سيستيم دو كومبريسيون سافو دير بالضغط اللي تيحاول يبدل ديك الضغط اون فونكسيون ديال ديال لي بيزوان دو كونسوماتور سافو دير ان الناس اللي تيحتاجوا الماء ماشي الا كانت الطاقه غادي يكون الماء الا ما كانتش الطاقه ما غاديش يكون الماء هاد لا تكنولوجي وهاد الاختراع تيمكن بان كيلكو سوا لي كونديسيون ميتيرولوجيك سافو دير كيما كانت الظروف كيما كانت تيعطيني ديك ديك لي تي لي ديال ديال الكليون بطريقه اوتونوم سا بدون استعمال اي 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 موارد اخرى وهو شعور صراحه الله شعور شعور ديال اي فائز صراحه الله ولكن تحس بان الطريق مازال <applause> الناس مؤسسه تثق فيك الاساسي تيثقوا فيك اي دون سو كا تزيد تونجاجا تزيد تكخيي دي بارتناريا بحال باش ان شاء الله نقدروا نرفعوا دي دراب، درابو درابو ماروكان اونسومبل ان شاء الله في هو بعد الشكر موصول هذه نسيت ما قلتهاش ولكن فريمون فريمون السيد المدير حاط جميع الاليات الا من ابى حتى تتقال <applause> <applause> هذه اللي ما بغاش صراحة صراحة الله هو الكونفيرونس تيجي عندي تيقول لي خطابي شنو ناقص شنو بغيتو شنو هذا بغيتو ديروا الماتيريال هو موجود صراحة الله ما ما شكر زعما ما باغيش ما عنديش شي مو ولكن باغي نغيفيلي شي حاجة من القلب أن إنسان إنسان فريد ديك الإنسان صراحة الله اللي تيحاول يعاون البحث العلمي وتيشجع الشباب وتيشجع الباحثين انا ديما تنشوفو مثلا تيبقى يهضر معايا تيقول لي واحد الاستاذ دار كتاب واحد الاستاذ لا ديسكوسيون ديالو ديما تتنباتق من لا برودكسيون ديال الاستاذ وهذا الاستاذ تنحييه دونك ليليمون موتور هنايا في المؤسسه اللي هو المدير تيشجع انا اللي نقدر نقول لك هو ما ان الاساسيين يقدروا يتعبؤوا ويمشيو مع لا فيزيون ديالو انا ما تنقول زعما انسان زعما تنقول ديكشي اللي بالي يتبعوا ويمشيو معاه حيت راه دار فابلاب اللي غادي يقدر يعاون في لاشين دو فالور اللي كنا هضرنا عليها اللي يقدر يابليكي هذا الشيء هذا غادي نحاولوا ان شاء الله او نيفو ديال ديال غوشيرشي ديفلوبمون هو تا هو هنا اكطوالمون تيدعم هذا الشيء هذا دونك خص غير تزيد تكون واحد التعبئه من من الجامعه تحاول الا كانوا دي فون حيت البحث العلمي خصو بيان سور خصو دي فون خصو شويه الوقت ودونك ديك الساعات جو بونس ان كلشي كاين لي زانغريديون باش نقادو هاد هاد المايونيز هادي راه كاع كاملين كاين دونك ما خص غير لو شاف كويزيني راه كاين دونك دونك راه كاين كاين كلشي خص غير شويه الاساسي تا تاومي... راه ما تبارك الله كاين كاين اسي تبارك الله اللي كفاءات عاليه جدا مراد بوطاهر ناس ديال لانفورماتيك تبارك الله مزيانين الناس ديال الماط تبارك الله دو هو نيفو الا أه... درنا يد فيد حيت مثلا نهضروا على لانفورماتيك على الماط على الفيزيك راه من مثلا ندرسوا واحد الفينومين فيزيك راه تيخصنا الماث تيخصنا لانفورماتيك دونك هاد الكفاءات راه ما كاينين خصنا نديروا يد فيد ان شاء الله وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله طالب من المنظومه ديال الجامعه شنو هي النصيحه للطالب <applause> النصيحه ديال الطالب اللي غادي نقدر نقولها دي تنقولها للطلبه ديالي كاملين هو هو بعدا باش قبل ما نبدا هاد النصيحه هادي اللي هي الوقت ديال اللي تنقريو فيه اكطويلمون ماشي هو الوقت اللي قراو فينا فيه كاين واحد لا ترانزيسيون المعلومه ولات موجوده مش شحال هادي كنا تنقلبوا غير على شي انفورماسيون سير خصك شي مراجع وفين تلقاو المكتبه والاكسي دابا تت 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 دير لاكسي غير لجوجل ولا الشات جي بي تي تعطيك كل شيء المعلومه دونك كانت موجوده ولكن انا تنقول للطالب هذيك المعلومه اللي هي موجوده خصك تفهمها المخ ديال 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 العلم هو الفهامة هي لا كومبريونسيون دي شوز لي فينومين نفهم الفينومين كي داير هذا الريح اللي دابا تيدوز فينا اللي تنديزو راه الواليده تعرفوا شنو هو راه ريح دايز وهذا ولكن الطالب خصو يعرف يموديليزي خصو يحاول يموبيليزي داكشي اللي قرا اون طونك الوسائل الرياضيه الوسائل الفيزيائيه بحال باش يحاول تنسميوها في علم الفيزياء لا موديليزاسيون Donc, à la modélisation, il y a une de rééquation, où je pense, que le fond des choses, je pense à Radim Shoubede, donc C'est tout à fait un immense plaisir de revenir au Maroc parce que moi, je suis un ancien étudiant de l'université Moulay Ismail de Meknès à la faculté des sciences. Donc, cette conférence est une excellente opportunité pour nous. Et euh, j'ai eu à rencontrer d'anciens collègues et aussi de développer donc, des collaborations pour euh, des axes de recherche à venir, dans les années à venir. Et c'est une excellente chose. L'organisation aussi est une réussite et nous remercions le professeur Mourad Botahir et son collègue aussi, ainsi que l'équipe de professeur Rahmani pour l'organisation et l'École normale supérieure. Ça fait plaisir. Voilà, bonjour, je suis professeur Dick Diouf de l'université Gaston berger de Saint-Louis du Sénégal. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir été invité ici par nos collègues de MECNES pour participer à cette importante conférence qui permet en tout cas d'entretenir la collaboration naissante que nous avons et nous permet d'échanger sur les vrais, véritables problématiques scientifiques liées au développement des énergies et surtout des énergies renouvelables. En tout cas, nous, nous sommes très contents, ravis d'être accueillis ici, et nous espérons pouvoir contribuer à travers nos échanges à favoriser le développement, en tout cas, de la recherche, un développement mutuel entre nos deux équipes et qui nous permettra, en tout cas, de construire des personnes, des ressources humaines de qualité pour nos deux pays. Voilà.